ايبي جيمنج وفيديو جديد. احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، مهما تروح فين هتلاقينا موجودين. بصي من شمال طب ليتس جو يمان، انزل حط لايك للفيديو الجميل. يا احنا الابطال ايبي جيمنج الجامدين، يا مهما تروح. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده ابطال، فيديو تحقيق. ايوه فيديو تحقيق بطل منك ليه. انا عارف ان انا يعني انا طبعا في الفيديوهات اللي فاتت قلت لكم ان الايام الجايه هيكون في فيديوهات تحقيقات كتير قوي، بسبب ان هيبقى في احداث كتيره قوي الفتره الجايه، هيبقى في قلق جامد قوي يا ابطال، فخلي بالكم بقى من اللي جاي. طبعا يا ابطال فيديو النهارده يعني بصراحه اكيد انتوا فاكرين ايام ما عملت نوب جيمز 454، طلع ناس وعملت نوب جيمز 494 و4 ما اعرفش ايه، عملت كل الارقام يعني صراحه. ولما جيت عملت 55X99X اللي عمل 5579X، بصوا عملوا مثلا 66X مثلا ايه 10X، مش عارف عملوا حاجات عجيبة بصراحة ابطال. يعني انا قلت بقى خلاص بقى الموضوع ده قديم. اتفاجئ ابطال والاقي ان برضك نفس الحوار حصل في حسابي اللي هو ايفل ديفل 365. ويا جدعان تعالوا كده ندخل على الحساب بتاعه، مش هتصدقوا الحساب بتاعه ابطال اسمه ايفل ديفل 362. يا راجل يا ابن اللعيبه، يعني خلاص يعني فرقت التلاته دول. انتوا متخيلين يا ابطال يعني سمى نفسه ايفل ديفل نفس اسمي و 362؟ يعني انا مش فاهم ايه ده. لا وكمان كاتب في الاباوت انا غرقان في وسط بحر عميق، معرفش ايه كم هو الموت جميل. ايه اللي هو كاتبه ايه يا عم انت في ايه؟ ناول السكن بتاعه يعني غريب شويه. لا وكمان بعت لي طلب صداقه. يا سلام، لا بصراحه ابطال الموضوع غريب قوي. تعالوا كده نشوف ايه ده، مصدق واحد اسمه ديد. لا عايز ابطال ندخل عليه، ده مين ده؟ يعني ده ميت كده يعني ولا ايه ده؟ اسمه معرفش باين احمد حاجه، والله ما اعرفه مين ده اصلا. بس ما علينا، تعالوا كده ابطال نطلع ونبص بصه كده. هو باين عليه ايه ده في الجروبات؟ داخل جروب اي ار سي لايت. او ماي جاد، تمام داخل في جروب روبلوكس اللي فيه 5 مليون عضو. او ماي جاد جامد. ايه ده كل دي الجروبات يا عم؟ انا ايه ده كتير. ايه ده داخل في جروب بتاع ديس دولي وكريبتز، وداخل كمان انا خدت بالي في جروب ايه ده، جروب سيكتور واي بي جيمنج كمان، يعني داخل في الجروب انا كمان. يا حلاوه يا اولاد. طب يا عم عايز مني ايه يا عم؟ مش عارف ليه داخل في جروب سبونج بوب. والله يا جدعان نستنوا كده، معرفش ايه ده، ايه الجروب سبونج بوب ده، اول مره اشوفه. المهم ابطال وكمان حاطط في الفيفوريت ماب كلاون وادمن مجاني ومعرفش ماب سمايل، دي طبعا اكيد كلكم عارفينها. عامه يا ابطال تعالوا كده نشوف ايه المابات التانية اللي حاططها في الفيفوريت، كله ادمن مجاني يا ابطال، يعتبر هو اصلا اللي صانعهم على فكره. هنا ادمن مجاني، ادمن مجاني، ادمن مجاني، ادمن مجاني. A few moments later. ادمن مجاني، ايه ده تاني كمان ادمن مجاني؟ ما خلاص يا عمي. مش عارف بصراحه ايه موضوع ادمن مجاني يا ابني. طب ما يا ابني ما هي ماب واحده اسمها ادمن مجاني وكفايه على كده. مش عارف والله يا ابطال. تعالوا ايه ده، ده او ماي جاد ده فاتح. لحظه كده يا ابطال تعالوا نعيد الصفحه. اوه ده فاتح فعلا، حلو والله. حظنا بيبقى جامد قوي مع الهكرات لما نيجي نحقق عليهم ويكونوا فاتحين. يا سلام بقى كمان لو يدخلوا جيم كده واحنا بنحقق. المفروض يا ابطال ان الشخص ده حسابه عامله يوم 14/5/2020. الشخص ده يعتبر يعني جايب على كل المبات، يعني الفيزيت على كل المبات اللي هو عاملها 271 بس. يعتبر رقم قليل لان كل المبات اسمها ادمن مجاني اصلا. يا اخي ده انا ممكن يعني ادخل كده على ايفل ديفل 365، ده انا ايه ده جايب 190 وانا اصلا ما قلتش لحد ادخله في ايفل ديفل اصلا. الماب دي اصلا دي مش ماب. شكرا يا ابطال لل 2700 فولو، بجد يا ابطال بجد فعلا فعلا بحبكم. طب يلا بينا يا ابطال، المهم نروح عند الشخص ده ونشوفه. يعني صراحة انا مش لاقي فيه اي حاجه، انا مش فاهم حاجه. يعني ايه ده حاطط الماب دي اول مره اشوفها، في حاجات كده يعني. تعالوا كده نشوف اصدقائه. المفروض اللي هو مصادق 109 صديق، تمام، و306 فولورز و27 فولوينج. تعالوا كده نشوف عامل لمين فولو. او ماي جاد، عامل لدسلامي وعامل ايبي جيمنج اللي هو حساب الاصلي، وايفل ديفل 365، بيرتوكس باك، وكانشي. ايه ده الشخص ده يوتيوبر؟ ايه ده كانشي ده ابطال؟ الشخص ده يوتيوبر. او ماي جاد، لحظه ابطال، هل ده الاصلي ولا ده واحد بيقلده؟ بصراحه مش متاكد. ما علينا ابطال، لكن الفكره هنا مصاحب ايه ده، استنوا كده. او ماي جاد مصاحب سونسونج؟ ايه ده لا مش مصاحب يا بلال. ده عامل فولو ليه. وهنا كريبتز، تمام، يعني هنا المفروض اللي هو عامل فولو بردك لكريبتز. يا جدعان ايه ده، مين ده الشخص اللي متبند ده وعامل فولو الاس تيوب؟ ودي ده يا جدعان الناس اللي بتعمل، انتوا ليه بتعملوا لهم فولو يا كابتن؟ انت يعني انت بتقلد ناس بقى، تروح تقلد سولوم بقى.
تعالوا كده يا ابطال، طيب نوافع على طلب الصداقه، لان الفتره الجايه عايز كده عن زمان شايفين ابطال الحساب بتاعي، عايزه كده يبقى فيه فريندز كلهم كده شكلهم مخيف، عشان انا ابقى يعني ايه ابقى متخفي كده في نصهم ان انا هاكر وابدا اجيب لكم بقى معلومات منهم. فليتس جو كده يا ابطال ونوافع على طلب الصداقه بتاعه. تمام قوي، طب انا عليه بعت لي من بدري اصلا. تمام كده نعمل ريفرش. جامد، انا المفروض كده ابطال عنده في الاصدقاء. ابطال مصادق ناس، يعني مش عارف، في ناس كده غريبه صراحه، يعني في ناس غريبه في الاصدقاء عنده وفي ناس عاديه، يعني مش ايه ده مين الشخص ده، مش عارف ايه ده، هو ده سكن يا جدعان ياما. بس صراحه قطه كيوت شويه. حسابات دي ابطال بتكون حسابات غريبه، مش عارف برضك شركه روبلوكس ساعات بتدي بان لحسابات كده معينه، يعني مثلا حساب زي ده مثلا، ازاي حساب زي ده مش حاطط صوره ولا حاطط يعني ديسكريبشن اللي هو وصف ومش بيفتح من 10 شهور؟ اكيد شركه روبلوكس هتشك فيك وهتقوم قافله لك الايميل، لان انت المفروض ان انت لما تيجي تعمل حساب تدخل مثلا تلعب، يعني تلعب مثلا اي ماب في لعبه روبلوكس، يعني ما ينفعش تسيب الحساب كده وترميه. عامه الابطال تعالوا نرجع عشان ما نهربش يعني ونحقق على شخص تاني. يعتبر الابطال هو مش حاطط اي حاجه في الاكسسوارز، زي ما انتم شايفين الاكسسوارز فاضيه خالص. ومعرفش والله الشخص ده يعني تقريبا عامل جروب ولا ايه، بس ممكن ندخل. لا تقريبا مش عامل جروب. ايه ما تهزرش بجد بجد، ودخل ارسنال الماب اللي بعشقها. تعالالي يا حبيبي ليتس جو، اما ندخل نشوف في ايه ده مين ده. يلا بينا ابطال ليتس جو. وانا المفروض ابطال كده دخلت معاه تقريبا في ماب ارسنال. تخيلوا يا جدعان انا ما بفتحش اصلا حساب. ايه ده استنى، هو موجود معايا؟ انا عايز اتاكد بس، ولا انا بمشي هنا لوحدي ولا هو طلع ولا ايه؟ ايه ده هو في بيغير لوحده للسلاح؟ الو ايه ده يا ابطال، بعت لي رساله بيقول لي ايفل ديفل 362 انه انضم، بيقول لي هاز جوين ذا سيرفر. طب كويس، يلا يا ابطال هيجي منين بقى؟ عاش قوي. ايه ده استنوا لحظه، هو داخل لوحده ولا ايه؟ انا مش عارف، واضح اللي هو مستنيني اوافق على طلب الصداقه، حاسس كده. هو فين يا جدعان؟ انا خايف والله يغفلني. ايوه يا كابتن ده فين يعني؟ يما ايه ده، خلاص يا كابتن خلاص. تعالى عيب عليك، انت جاي في الماب بتاعتي. يا نهار ابيض يا ابطال، ده غلط والله، غلط انه دخل في الماب دي وعايز يتحداني اصلا في الماب دي. طب ليتس جو بقى يا بطل، تعالى بتقلدني كمان، تعالى تعالى، انت ابو راس كبير، انت عندك راس كبير قوي. ايه ده، ايه يا عم استحملها ازاي؟ استنى ابطال كانت. ايوه هيجي من هنا المره دي، والله ما عارف هيجي منين. ماشي مش هيجي من هنا. ايوه السلاح ده حلو يا جدعان. يما تعالى تعالى تعالى، الله على دي، والله عاش. استنى بس هيجي منين؟ كده كده هيجي من هنا او من النص. لا هيجي من هنا، انا خايف اهو. تعالى، مش عارف مش عارف تموتني. تعالى يا لهوي، القنبله دي صعبه قوي يا ابطال. تخيلوا ان انا اول مره العب بالحساب ده اصلا في ماب ارسنال، يعني انتوا متخيلين بقى الليفل هيبقى كام؟ استنوا نديله واحد هنا، خد هنا، خايف يكون ورايا اصلا. يلا بينا تعالى. لا سنة سنة، هو فين ده يا امو؟ ايوه شفتك، تعال. ايوه السلاح اتغير كده جامد. سنة سنة اهو، تعالى 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 يا عم، انت رايح فين بس؟ تعالى المكان غلط. يا سلام عم باخد في شهادات، يا سلام يا جدعان والله جامد. سنة سنة، هو هنا هو هنا ولا هو فين؟ طيب ما تزونيش يا كابتن، حضرتك ابطال ما جابش كلاية يا جدعان. سنة سنة، ايوه ايه ده؟ ايه طيب؟ ايه ده؟ ده نهى الجيم ليه طيب يا كابتن؟ ما انت بتلاقيه مش خايف تخسر يا نوتي. ماشي خلاص تمام، تعالوا نختار مكان ماتريكس ومونكي بيزنس، دي حلوه، دي بتبقى كل الاسلحه اف اف ايه اكيد، يعني هو في غيرنا اصلا في السيرفر؟ تعالى يا نوتي. ايه ده راسه كبير قوي كده ليه؟ انا مش فاهم، مش عارف ليه شكله غريب قوي كده ليه يا جدعان. ما علينا، اتس جو ابطال مستعدين. ايه ده النور قاطع ليه؟ ايوه ده هيجي من هنا. تعالى تعال اهو على دي يا ابطال، جامد يا جدعان. طبعا انتوا عارفين ادائي في ارسنال مش محتاج اتكلم يعني، فلو على الهكرات عايزين يعني ايه يتحدوني في ارسنال فمرحب. ايوه تعالى انت تعالى اوه على دي يا جامد، الله ينور يا جدعان. استنوا استنوا، فين فين فين؟ تعالى السلام سلم. تعالى اقول لك على حاجه، تعالى جامده دي يا جدعان والله. ايه ده يعني انت بتقلدني؟ المفروض يعني المفروض تقلدني تكون لعيب، لكن تقلدني وتكون نوب ما ينفعش. تعالى تعالى، انا مش برحم حد، عيب عليك. ايفل ديفل فوق يا جامد، تعالى بقى تعالى ايفل ديفل بقى، خلي بالكوا دي باين عليها كلها مسدسات. اوه مش هخليك تجيب فيا كلاية. تعالى
اوه جت فيه. ليتس جو عاش قوي. ناخد الدم بسرعه. تعالى. ايوه يطلع فوق. لا لازم اخلي بالي. ايوه قوم جاي له بقى ابطال من هنا هيتفاجئ. اوبو تعالى. طبعا زهق ابطال وبان عليه هينهي الجيم اصلا. هو عايز يغير الجيم. هو اكيد هيزهق. ايوه كل شويه مش هجيبه الكلايه ولا ايه؟ شكله وحش قوي ابطال بصراحه. المفروض يقلدني كل لعيب. بص هنزله من هنا لان هو هيتخض. فين فينك؟ انا خايف منك. مكمبر تمام يا ابني. اطلع ما تخافش. ما انا هجيبك في الاخر. تعالى. اوه ماي جاد. اخيرا يا ابني جبتني. ماشي خلاص انت كده لا والله لا كنت تعالى. عاش قوي يا ابطال. استنى بقى نشوف هو فين. نبص بقى عليه على طول عشان هو كده بيهزر. انا مش عارف هو فين صراحه. ايه ده؟ انا خايف. ايه ده؟ انت فين طيب؟ ايوه اطلع. طيب ما تخافش. اطلع ما تخافش. طيب اه ماشي خلاص. اوبا يا مو خلاص انا اسف. بص يا ابطال الحته دي هيتخض. بوم تعال. اوه جبت الكلايه. عاش قوي ابطال جبت الكلايه. ليتس جو والله. عايش تاني. استنى فين؟ تعالى بتعمل ايه؟ تعال عايز انت عايز تجيبني سكينه؟ انا بس اللي اجيلك سكينه يا ابني. انا ايفل ديفل الحقيقي يا ابني. ايفل ديفل 3 6 5. ايه ده كانت كام؟ 3 6 5 صح. ماشي ده نسيت والله يعني. من كتر الناس بتقلق. يا نهار ابيض ايه ده ما ماتش. يلا سكينه. ايه تعالى يا كابتن. انا بقول كفايه كده صراحه يعني. انا بقول كفايه كده. مش عارف بقى يعني كفايه كده عليه صراحه. باين عليه ابطال شافني. يا عم لا والله ما شفتكش. جاب اتنين. ماشي عادي. طب ليتس جو. يلا بقى تعالى. ورا فين؟ تعالى. يا نهار ابيض هيت شوت على دي. اوه هيت شوت اسطوريه. فينك؟ تعالى. ازاي ما جاتش ده يا جدعان؟ تعالى من كده. اخيرا. ايه ده 13. يلا هانت. واضح كده ان هو اصلا هينهي الجيم يا جدعان. واضح كده اللي هو فعلا هينهي الجيم. تعالى انت اللي جبته لنفسك. انت مش بتشوف فيديوهاتي في ارسنال ولا ايه؟ كل فيديو تحقيق ابطال المفروض اللي انا بلعب فيه جيم بلاي ارسنال. يا نهار ابيض بص ده مش ناب. بس دي بقى دي يو على دي في الهوا. يا نهار ابيض جابني في الهوا. طب والله اخد حقي. تعالى بس. يلا بقى ليتس جو. انت فين بقى؟ تعالى مش هسيبك. تعالى. يلا يا ابطال هنكسب. يلا عايزين بقى من اول طلقه يا بلال. يلا كده ننزل من اول طلقه مش هنا. ما جاتش. اوه على دي ليتس جو. عاش قوي يا ابطال ماب ارسنال. حتى اديتني شهادات كتيره قوي. من اول جيم بس يا جدعان يعني ونجيبها على طول. عيب عليك. يلا بينا يا ابطال بقى نطلع ونختم الفيديو بقى. بس كده يا ابطال يعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه. ايه ده؟ لحظه يا جدعان قبل ما ننهي الفيديو ده الشخص قفل باين عليه زعل مني. يا عم ما انت جيت لي في الماب اللي انا بعرف العب فيها. دي ماب ارسنال دي حبيبتي على فكره. فبس كده يا ابطال يعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه. اما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهركم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده ايبي جيمنج ابطال الجيمنج وي سلام. الفيديو خلص. حط لايك اعمل اشتراك. ايوه جدع. الفيديو خلص. حط لايك اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى. اوه اديله اوه.